احنا دلوقتي في قلب محافظة أسوان، جمهورية مصر العربية، في منطقة المحاجر في أسوان، وقدام المسلة الناقصة. يا ترى ايه حكاية المسلة الناقصة دي؟ ويا ترى اسم ناقصة ده ايه معناه؟ يعني دي شتيمة دي ولا ايه؟ ولا ايه معناها؟ كل ده هنعرفه دلوقتي اما ندخل ونشوف المسلة الناقصة، اللي هي صدقوني مش شتيمة ابدا، دي حاجة كويسة خالص. تابعونا. في برجولة في بداية المدخل احنا وداخلين عليها في لوحات ارشادية، ودي بتوريني ازاي تم تحرير المسلة من الصخور اللي حواليها عن طريق حفر خندقين. وهنا السفينة الموضوع عليها المسلة تسير في النهر الى ان تصل الى هدفها المنشود. وهنا طريقة نصب المسلة في موضعها النهائي عن طريق الحبال وعن طريق محور ارتكاز. الفراعنة تركوا لنا إرث كبير من المسلات، حوالي 78 مسلة، مش في مصر بس، دي المسلات دي كمان حول العالم. مش عارف بقى لحسن الحظ أو لسوء الحظ إن حكام مصر على مدار العصور كانوا تقريبا معتبرين ان المسلات دي يعني بتاعتهم او بتاعت باباهم او حاجه زي كده، ما تفهمش. المهم يعني فكانوا بيهادوا بيها الملوك حول العالم، وبيهادوا بيها الامبراطوريات المختلفه حول العالم. مثال ذلك ان احنا عندنا في مسلات في اسطنبول في تركيا، وفي عندنا في فرنسا في ميدان الكونكورد اللي كان اهداها محمد علي باشا لفرنسا، وفي عندنا في انجلترا كمان مسلات، وفي في لندن تحديدا، وفي في الولايات المتحده الامريكيه في سنترال بارك في نيويورك برضه مسلات. ما اعرفش انا ده يعني من حسن حظنا المسلات دي طلعت، ولا لسوء الحظ ان المسلات دي طلعت. ده المسله الناقصه اللي عندنا في مدينه اسوان. احنا ممكن نعتبره لحسن الحظ لسبب، لان يعني ممكن تكون المسلات دي وسيله للدعايه، كانت دعايه للحضاره المصريه في بلاد مختلفه في اوروبا وفي امريكا. المسله الناقصه احنا كنا بنقول ان هي سميت بالناقصه ليه؟ لانه لم يتم استكمال استخراجها من مكانها هنا هو في محاجر اسوان، وانها تروح للوجهه النهائيه اللي بتروح لها ويتم نصبها فيه. المسله دي لم يتم استخراجها لسبب، لان هم بعد ما ابتدوا يجهزوها ويجهزوا المكان بتاعها اكتشفوا وجود شق في المسله من قرب اعلى المسله، وبالتالي لم يستكمل استخراجها. وكان من حسن حظنا انه لم يستكمل استخراج المسله دي، لانها كانت السبب الرئيسي في ان احنا عرفنا ان الفراعنه بيعملوا ازاي المسلات دي. دلوقتي هنطلع فوق ونشوف المسله على الطبيعه. يلا بينا. احنا دلوقتي طالعين على سلم مدرج خشبي للوصول الى اعلى نقطة مطلة على المسلة الناقصة عشان نقدر نشوف تفاصيلها. يلا بينا نطلع السلم اللطيف ده معمول من الخشب. ده منظر المسلة من كاميرا علوية على شكل عمود قاعدة مربعة، وتقل كلما ارتفعنا وتنتهي بشكل هرمي، غالبا ما كان مطلي أو مغطى بالذهب. القاعدة بتاعته عرض ضلعها 4 متر و20 سنتي، تصل في أعلى ارتفاع ليها الى 2 متر و40 سنتي.
زي ما احنا شايفين دلوقتي منظر كامل المسلة من كاميرا علوية توضح تفاصيلها وأبعادها. تم الكشف لأول مرة عن مسلة أسوان الناقصة في عام 1921، حيث يمر على اكتشافها حاليا حوالي 102 عام، لتعطي لنا صورة حية عن كيفية قيام المصري القديم بنحت وقطع المسلات التي كانت تزين معابده. وقد عرفت المسلة في النصوص المصرية القديمة باسم نخن، وفي اليونانية باسم أوبليسك، وأطلق عليها في أوروبا اسم نيدل. احنا شايفين الشق اللي موجود اهو في أعلى المسلة، والذي تسبب في تركها مكانها وعدم إكمال عملية الفصل، ولذلك هي سميت بالمسلة الناقصة لأنه لم يكتمل استخراجها من موقعها إلى المكان الذي كان معد أن تكون موجودة فيه بسبب هذا الشق الذي رأيناه. ودي الخنادق اللي تم حفرها حول المسلة، جسم المسلة، وده عبارة عن بير يتم به اختبار الأرض واختبار متانة الصخر. وكان يتم اختيار موقع نحت المسلة في محاجر الجرانيت جنوب أسوان، حيث يقوم الفني المصري القديم باستكشاف جودة الحجر وعدم وجود أي عروق من نوعيات أخرى به، ثم يقوم بحفر هذه الآبار حول القطع المراد استغلالها لضمان جودة الحجر في باطن الأرض. بعدها يبدأ في تحديد أبعاد المسلة بدقة، ثم يبدأ في حفر خندقين حولها إلى أن يظهر جانبين منها بالإضافة للجانب العلوي. وبعد التأكد من عدم وجود أي عيوب في الكتلة، يقوم بفصلها من جانبها السفلي مع ربطها بمجموعة كبيرة جدا من الحبال ووضعها على أسطوانات خشبية أسفلها ليتمكن من دفعها حتى تصل إلى شاطئ النيل، حيث يتم نقلها على سفن عملاقة كما رأينا، أو حتى على جذوع النخل الذي من الممكن بعده أن تسير مع جريان النيل حتى تصل لموقع إقامتها، فيتم إنزالها إلى الشاطئ وسحبها إلى مكانها المحدد ورفعها والبدء في تسجيل النقوش والكتابات الخاصة بالملك على جوانبها الأربعة. احنا بنلاحظ ان المسلة دي مفيش اي نقوش عليها لانها طبعا تركت في مكانها ولم يستكمل عملية استخراجها. والمسلة الناقصة في أسوان تأتي بالنسبة للزائرين في المرتبة الثانية بعد معابد فيلة برغم عدم اكتمالها، حيث تعتبر المسلة من إحدى عجائب إبداعات المصريين القدماء. وإحنا ما ذكرناش قبل كده إن المسلة دي تعتبر يعني طولها حوالي 43 حوالي 41 وخمسة وسبعين سنتي 41 متر وخمسة وسبعين سنتي، ولذلك تعتبر المسلة دي أنه في حال كان استخراجها أضخم مسلة موجودة في العالم، أضخم حتى من مسلة كليوباترا اللي موجودة في ميدان كونكورد في باريس. طبعا المسلة تتكون من قطع حجرية واحدة دائما بيتم وضعها أمام وداخل المعابد،
يعني هي عبارة عن نصب حجري على شكل عمود قاعدته مربعة. هنا نرى مجموعة من السائحين جاءوا من أقصى الدنيا ليروا عظمة القدماء المصريين، عظمة أجدادنا، أجدادنا العظام اللي عملوا اللي محدش قدر يعمله وقتهم. وده المخرج، نحن الآن نتجه إلى باب الخروج الذي يؤدي إلى مجموعة من البازارات التي تبيع الأنتيكات. كده أعتقد إن إحنا غطينا كل المعلومات بخصوص المسلات وبخصوص المسلة الناقصة اللي موجودة في محافظة أسوان. بتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وياريت حضراتكم تتفاعلوا معانا بالاشتراك مبدئيا وبالشير واللايك إذا عجبكم الفيديو، ولرحلة تانية إن شاء الله.